كيدير فاطمة زهرة كيتعاود الصوت واخا فاطمة الزهرة أكادير شحال في السن ديالك؟ 26 من باغي ديري التاست؟ واحد الدري شنو سميتو؟ خالد خالد منين؟ بني ملال بني ملال شحال في عمرو؟ 30 شحال يمشي مع بعضياتكم؟ رفعي صوتك وشنو نوع العلاقة اللي بينك وبينو؟ علاقة حب أها علاقة حب عمرك تلاقيتي انت وياه؟ كتمشي عنده؟ لا ما تلاقيها كيجي عندك؟ والو عمركم تلاقيتو اري النمره ديالو 06 اها 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 عاودي النمره عاودي 06 اها شحال؟ اييه 21 في الاخر قولي لي يا اختي فايت صونيتي عليها اه ومالو ما جاوش ولا شنو لا ما جاوش دابا راه التليفون فايق كنت راه ما اختي تليفونو طافي مرحبا بك طافي التليفون ديالو مرحبا بك صافي هو صوني لا كنشعلو لي دابا ايوا هانتي سمعي انا كنسمعو معاه اون اتوند كيهضر دابا هذاك دار عليكم السيرفيس كاع دوك اللي مصاحب معاهم وحده مره وحده الو السلام عليكم استاذ خالد كي داير سيدي لاباس عليك كلشي بخير الحمد لله ما كنسمعكش مزيان حداك الموسيقى سي خالد سيدنا هذا مقصر سدو ودنيكم الو سي خالد وي كتسمعني مزيان كي داير صافا كلشي بخير العائله الاحوال ديال كلشي لاباس الحمد لله نهار كبير هذا السي خالد نقدم لك راسي معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج فايت لك السي خالد مفرج في البرنامج ديالنا عندك شي معلومات عليه ولا والو مرحبا بك مرحبا بك معنا هذه فرصه سعيده انك تتعرف على البرنامج ديالنا وان شاء الله لما لا تولي من المتابعين ديالنا خالد من بنين مدينه بني ملال 36 سنه مرحبا بك معنا انت حاليا راك معنا على المباشر جانا اتصال من عند واحد البنت من مدينه بني ملال هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك قالت لنا بلي انت وياها في علاقه حب مع بعضياتكم بغات دير لك واحد المفاجاه اللي زوينه بزاف السي خالد اوكي انا غندوزها لك قول لي السي خالد قبل ما ندوزها لك كنظن بلي راك عرفتيها شكون شكون هي هاد الانسان اللي جات بالك حاليا شكون هاد الانسان اللي مدينه بني ملال اللي سرق ليها خالد القلب ديالها فكر مزيان مفاجاه كبيره كتسناك يا استاذ ايوا هذه هي جات تال عندك ان شاء الله من بعد خمس سنين تفضل فكر مزيان السي خالد يلا فكر مزيان شكون هي هاد الانسان اللي سرق ليها السي خالد القلب ديالها واخا خالد دير علاقه حب في حياته ولا لا دونك واحد البنت من مدينه بني منال قالت لينا بلي انت وياها في علاقه هي دير لك هذه المفاجاه يا ولكن شكون هي هذا الانسان اللي جات بالك حاليا راه غتسمعها بالصوت ديالها انا غندوزها لك هي راه معنا في السطوندار ويلا ممكن تسربي حيت عندنا بزاف المكالمات كيتسناو شنو الاسم سميت الانسان اللي انت معاه في علاقه ما وي وي ماشي مشكل قول انت اسم ذكر غير سميه ما نقولش ما نقدرش نقول شي اسم هنايا ولكن حاليا حاجه واحده نقول لي احسن حاجه عندي في الحياه المفاجاه نعم احسن حاجه في الحياه كامله نتسناها هي المفاجاه واخا بما انك قلتي حداك العالم انا فهمت شنو بغيتي تقصد السي خالد يكفي انك تعطينا غير الحرف الاول من الاسم ديالها حرف فقط نعم اه وي بحال السميه ديالك خالد حرف الخاء هي السميه ديالها باش كتبدا نقول لك الحياه نعم الحياه حرف اللي كيبدا في الحياه كامله شنو ما عرفتوش يلا غير قولوا لنا انت هذا الحرف انا ما قاريش بزاف
الحرف الاول من السميه ديالها، الحرف الاول من السميه ديالها. انت ماشي كسول مشاهد، دابا عطينا غير الحرف الاول من الاسم ديالها. دابا شوف السميه ديالك انت خالد ياك، الحرف الاول من السميه ديالك هو حرف الخاء، هي شنو السميه ديالها؟ عطينا الحرف الاول من الاسم ديالها. يلا عطينا السميه، عطينا السميه. عطينا خويا السميه الله يرحم ليك الوالدين. لا قول ما يمكنش حيت حنا على المباشر، فهمتيني؟ وي انا معاك على المباشر نيشان. فكر فكر مزيان، مفاجاه كتسناك، راه ما بغيتش نفاجئك نقول لك شنو في هذه المفاجاه، بغيناك تسمع من الصوت ديال الحبيبه ديالك. والله شوف شوف خالد اسمعني، والله العظيم حتى غندوزها لك دابا، عطينا غير الحرف الاول من السميه ديالها، انا الصوت ديالي ما تسمعوش غندوزها لك. والله شوف نقول واحد القضيه، وي والله الا احسن حاجه واحسن مفاجاه هي نسمع من عندكم انتم. لا ما يمكنش، القانون ديال البرنامج ان هي الانسان اللي لا ما يمكنش، ما يمكنش قانون البرنامج ان الانسان اللي اتصل هو اللي خصو يعطيك بالصوت ديالو المفاجاه. هاد البنت ديرك مفاجأة، القيمة ديالها 2 مليون ديال السنتيم، كانت ربحاتها مع الشركة ديالنا، مبروك عليك. وي المفاجأة عندك جوج اختيارات، اما تاخذ الباك اللي هو رجالي القيمة ديالو 2 مليون سنتيم، ولا تاخذ 2 مليون سنتيم فلوس، مفهوم؟ دونك دابا خاصك تعرف غير شكون هي هاد البنت، او عطينا غير الحرف الاول باش ندوزها لك، حيت عندنا بزاف د المكالمات كيتسناو. الحب ديال الام ديالك ما مشكوكش فيه بصفه نهائيه، من غير الام ديالك بنت انت وياها في علاقه من مدينه بني ملال. يا ربي يخليها لك ويعطيها شي حجه ان شاء الله، امين. دونك هذه واحد البنت من مدينه بني ملال، باش نوضح لك كانت شاركت معنا في واحد الجيف واي كانت دارتها السوسيتي ديالنا سيغ انستغرام، وربحات معنا باك رجالي القيمه ديالو 2 مليون ديال السنتيم، وملي جات فيها القرعه هداتو ليك هديه، راه ملي هداتو ليك راه صدماتنا بزاف، الا هو كتبغيك واحد الدرجه ما كتصورش. وي دونك دونك دابا السيخ 2 مليون سنتيم 20 ألف درهم. وي دونك السي خالد شكون هي هاد البنت اللي جات بالك؟ عطينا الاسم ديالها، الا كانت هي غنقول لك هي، ما كانتش هي غنقول لك ماشي هي. تفضل حبيبي. وي مقدرش نغلط مع اي شي وحده في الحياه كامل. برافو عليك، هادشي عارفين. دونك شكون هي هاد البنت اللي جات بالك حاليا؟ غير قول البنت اللي انت كتلاقى معاها وكتخرج معاها ديما، شنو السميه ديالها؟ نعم وي والله الا راك في المباشر. وراني معاك اصاحبي، راني طيحت خرجتي بالله في المباشر، وبغيت انا معاك في المباشر. يلا تفضل. احسن مفاجاه بغيت نعرف هي البنت اللي زيد مغيني وهي ما بغي من بعد، وبالضبط تبغيني انا، حيت انا ما عمريش شي مفاجاه في حياتي. حياتي عندي شحال كنت عندي من سنه باش نعرفها واش هي. 30 سنه بحال 30 بحال 31، الله يرزق غير الصحه والسلامه. دونك السي خالد دابا عفاك باش ما نتعطلوش، حيت عندنا بزاف المكالمات كيتسناو، شكون هي هاد الانسان اللي جات بالك حاليا؟ لا خو ما عندي شي انسان. انت سيليباتير؟ يس. ما كتفتخرش بشي بنت في حياتك؟ كون اخويا كون غير قلتيها من الصباح. السلام عليكم ألالا. مرحبا. السلام عليكم ألالا. قطعات للاسف، للاسف سمعات هذه الصدمه، هذه قطعات، خلي كنحاولوا نتصلوا بها. للاسف للاسف زبلتيها في 90. حمقني حمقني يا لطيف، كيصوني عليا، سير بعد مني.
شمال لكم يا لطيف. و و و و شحفنا الخوت انا كيما شفتوا شحفنا الله يتبتوا على الشهاده. شوفوا دابا سالينا اللايف ديالنا هنا في فيسبوك، نكملوا نفس البرنامج نفس التيست، غادي نكملوا في الابليكاسيون ديال يو ناو. دخلوا كاملين الخوت لها انستاليو هذه الابليكاسيون، هذه يو ناو، انستاليو هذه الابليكاسيون راها سهله جدا وما تفلتوش لي لايف ديالها. ابار تيست كنديروا فيها بزاف ديال الحوايج الزوينين اللي هما تحديات من مورا مباشره ملي كنساليو التيست. كلكم بغيتكم تكتشفوا شنو كنديروا في هذه الابليكاسيون، دونك دخلوا الخوت انستاليو هذه الابليكاسيون. ملي غتدخلوا غيعطيكم باش بغيتوا تدخلوا لها واش فيسبوك ولا الايميل، واش تدخلوا غير فيسبوك يعطيكم هنا ثلاثه اختيارات انستاليوها بالفيسبوك. ما عليكم الا تجيو للروشيرش وتكتبوا السميه ديالي بلا رقم واحد، السي محمد السريري، السي محمد سريري، غيطلع لكم الكونط ديالي هو الاول، عفوا هو هذا السي محمد سريري. دخلوا غتلقاوني دابا لايف تما. اوكي عقلوا الخوت، عقلوا اللي ما يعقلش عليه يدير سكرين، سميت الابليكاسيون يو ناو انستاليوها ودخلوا كتبوا في الروشير السي محمد سريري، دخلوا ديروا فان وضغطوا على الجرس. يلا كلشي 12000 واحد اللي كانت في اللايف نتلاقاو كلنا في يو ناو. اوكي يلا احلى تحيه لكم. ها هو ديري لي سكرين اختي عزيزه، ها هو يو ناو انستاليه، دخلي فيسبوك كتبي في الروشير السميه ديالي بلا رقم واحد، هذا هو الحساب ديالي. يلا انا سبقتكم لتما.